الفقراء وحدهم ضحية الإعلام، تطعمهم القناة الرسمية شعرا إذا أمرت. من أجمل الكلام في نشرة الأخبار يخبرونكم أن البلاد يسودها النظام، الخير فيها دائم والعدل فيها قائم والظلم عنها زائل، وكل شيء كل شيء يمضي إلى الأمام. مصانع كثيرة، مزارع كبيرة، قرارات، مشاريع لم نرى لها مثيل، سيعلن افتتاحها السيد الوزير. هي أول شحنة لتصدير منتوج لأرجل الدجاج الطازج نحو دول الفيتنام، أعطى لها وزير التجارة إشارة الانطلاق من ولاية لمدية. المصنع الموجود في تصدير 100% أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك، وشفنا النوعية وكن سعدنا أننا أطلقنا أول شحنة فيما يتعلق أرجل كما نقول منزوعة العظام، وهذه أول شحنة لتوجه من الجزائر إلى. لا تستخف بعائدات أرجل الدجاج وتحسبونه هينا، وهو على الاقتصاد جيد ومربح، قد يغني دولة ذات نفط وغاز عن اقتصاد الريع. ومن يدري، ربما تكون دبي أو قطر مثلا قد ازدهرت بتصدير أرجل الدجاج وهم متكتمون لا يريدون أن يعلمون بذلك، ولا يريدون أن نسابقهم في الثراء والتطور. ولمن لم تعجبه هذه البادرة الرائعة من الحكومة، ينظر إلى هذه، ربما تعجبه، وإن لم تعجبك فالعيب منك. رخصت وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي بشروط. وقالت الوزارة في بيان لها أن الترخيص يتعلق بمختلف العجائن الغذائية كالفريك، الديول، المرمز، الكسكسي، السميد والفرينة، بشرط أن يثبت أن المادة الأولية المستعملة في الإنتاج قد تم استيرادها من طرف المصدر. أو حكومة جراد استقالت بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات، لكن ذلك لن يشفع لها الحقيقة، وليس بإمكانها الهروب من السؤال الفيصل: من أين لكم هذا؟ من أين تأتون بمثل هذه المشاريع الأفكار العظيمة؟ واش قلت لها قوم نديرو زين؟ تاعش تاع روينو. شوف كيفاش؟ الروينو حاجة سهلة كاع، نديروها في الشاشي ونديروها في الصناديق، نبلعوها فف للخارج. واش قلت عليها؟ واش اللي توصل للخارج انت؟ ما فهمتش يعني، حتى هذه مسروقة. أنا مكان مصطفى هيومن أشتكي لأجل السرقة الأدبية لفكرة تصدير الروينة والمرمز العظيم. كرنفال في دشرة، العمل الذي ربما تستلهم منه السلطة في الجزائر اليوم مشاريعها الإصلاحية، قال مراقبون. ولكن كيف لمن يستورد القمح من فرنسا بالأمس ومن روسيا اليوم أن يصدر الفريك؟ من سيأكل الفريك والمرمز؟ هل الأوروبيون مثلا؟ ربما، يعني كيف تركب على بعضها إلا إذا تبادلت الجزائر وفرنسا السلع، مثلا تأخذ هي الفريك والجزائر القمح، بشرط أن لا يأكل الجزائريون قمحا كهذا. قمح فاسد وماء مقطوع في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 50 درجة في الظل، وفي أوضاع صحية حيث تنتشر سلالات لا ترحم من وباء كورونا. يقول مراقبون قمعت السلطة الحراك ظنا منها أنها ستنال الهدوء بلجم الأفواه، فهي قد انفتحت عليها الاحتجاجات المطلبية من كل جانب. عندنا 10 ايام ما جانا الشمال، ما نريكلامو على والو، ما قلنا لهم عطونا، ما قلنا لهم ديروا لنا، انا سكرنا طريق باه تلقونا الماء، راه عندنا 10 ايام والسونترفيل نورمالمون راه نورمالمون نهار بعد نهار الماء. الماء كل يوم عندنا اش 24 جيفه جديده فيها، برويني فيها، عندنا سونترفيل ما نحوسو، ما نطالبو في والو.
هذا بينما كان هذا صاحب أكثر المقاعد عددا في البرلمان القادم يعد بجنة على الأرض حتى الماء صار فيها مقطوعا. هذا المطرح اللي كان دائما جبل التحرير وسوف تبقى جبل التحرير لأنها رسالة للخصوم نتاعنا والأعداء نتاعنا اللي ما يحبوش يخلوا الجزائر يعني مطمئنة مستقرة من عارفين بالاستقرار يؤدي إلى نمو إلى طفرة. والحمد لله حباها الله البلاد بخيرات كبيرة وإن شاء الله منا وجاي الخيرات المناجم اللي راهي موجودة منها غير الجبلات راح تكون هذه المنطقة راح المستقبل عندها تولي أحسن من دبي إن شاء الله. هكذا كان مردود السابقين ووعود القادمين قال مراقبون. هكذا يتم تزييف الحقائق، يحولون الصحراء في البلاد إلى حدائق، يبيعون الأوهام والأحلام حتى يخال الناس أن الرئيس فيما يبيعهم صادق، ثم يصحو الشعب على أوجاعه لفقره يعانق، والمنجزات كلها حبر على الوثائق، وإلا كيف تكون هذه الجزائر؟ برلمان بانتخابات يشكك فيها حتى المشاركين فيها، وتكثر حولها الأسئلة وحول البرلمان الذي أفرزت حتى أنه حصل وأن انتزع أو انتزع المقعد النيابي من أحد الوجوه التي لفتها الشبهات كهذا الذي تحدث بفخر بعد فوزه عن القافلة والكلاب. والله نحن لن نرد على الحملات لأننا أكبر وأعلى من هذا، يجب أن نرفع المستوى أخي كريم. نحن هنا كلنا نملك حياة شخصية، on a tous un jardin noir quelque part. C'est juste que لازم على الناس هادوما يعرفوا باللي يفرقوا بين الحياة الشخصية والحياة السياسية والحياة المهنية. نحن لا نرد، القافلة تسير والكلاب تعوي. والله نحن جد مسرورون وفخورون بهذا الفوز والاستحقاق. اليوم وقد أكل النظام حتى أبناءه، يطرح المتابعون سؤالا على المغدور بقطايا الصغير، من هي القافلة ومن هم الكلاب يا ترى؟ على وسائل التواصل الاجتماعي كثر الحديث عن الأوضاع التي خلفها جراد وحكومته، فكتب في تدوينة له نجيب الحمر الناشط السياسي: لم يسقط زكريا بقطايا حتى سقطت مصداقية الانتخابات عبر كل مراحلها، من الترشيح إلى التصويت إلى الإعلان عن النتائج، وفي النهاية سقط المجلس الدستوري، كل خطوة في المستنقع تؤدي إلى الغرق أكثر. هكذا تحدث نجيب الحمر في تدوينة لصفحة السلطة للشعب، كتبت: بقطايا ليس هو من نريد إسقاطه، نريد إسقاط أسياده وأسياده، هو سقط لما ترشح أساسا. هكذا تحدثت هذه الصفحة. ننتقل إلى تدوينة مجيد والتي كتب فيها: ما بقالهم شواش يصدروا البترول طاح في السوم، الغاز تديه فرنسا باطل، الذهب مسروق راه في الإمارات، وذروك بداوا بكرعين الدجاج وبعد ما يزوروا انتخابات الدستور يصدروا أفراد الجيش. اقتلاع العصابة القديمة الجديدة من جذورها واجب وطني. ونختم مع تدوينة لسعيد كتب فيها من باب السخرية: من الأحسن صدره بصبع باش يروح يبرر ويدافع على الأنظمة الشمولية في إفريقيا باش تبقى في الحكم. مع سعيد عفوا نختم حلقة اليوم من تفاعلنات، نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.